مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي أحمد الجميلي. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ما هي آخر تطورات فاجعة عبارة الموصل؟ نعم، آخر التطورات هو أن مصادر طبية وكذلك مصادر محلية أكدت انتشال أكثر من 90 جثة لضحايا غرق العبارة في جزيرة الموصل السياحية، وما زال البحث جاريا عن أكثر من 30 مفقودا قد تم تسجيلهم بالفعل. وهنا نود الإشارة إلى أن هنالك مصادر أخرى تؤكد أن عدد المفقودين هو أكثر من 30. إذا ما علمنا من أن هنالك عوائل بالكامل قد ابتلعتهم المياه في نهر دجلة، وما زال المتطوعون وكذلك فرق الإنقاذ التي تم استدعائها إلى مدينة الموصل تبحث عن جثث الضحايا في مناطق شرق الموصل وكذلك بالقرب من جزيرة الموصل السياحية. كيف تابعت تعاطي السلطة مع هذا الحادث؟ نعم، عادة وتعودنا في العراق من أن السلطات المحلية وكذلك الحكومة العراقية تتعامل مع الأحداث والكوارث التي تحدث في العراق بأسلوب رد الفعل. فبعد أن وقعت الكارثة وبعد أن فجع أهالي الموصل بهذا الحادث الأليم، هرع رئيس الوزراء وكذلك الوزراء والمسؤولون الأمنيون إلى مدينة الموصل لعلهم يلملموا هذه الفضيحة الكبرى التي تؤكد يوما بعد آخر الأحداث المتتالية المأساة في العراق من أن هؤلاء الطغمة الحاكمة لا يصلحون لإدارة مدرسة ابتدائية، فكيف ببلد كبير وعظيم مثل العراق؟ أحمد، وزارة الداخلية قالت إن أبرز أسباب غرق العبارة في الموصل الحمولة الزائدة، في حين لجنة تقصي الحقائق أرجعت الأسباب إلى اهتراء العبارة. إلى ما ترجع أنت أسباب هذا التضارب في التصريحات؟ في الحقيقة يعني هذه التبريرات هي تبريرات تافهة وغير حقيقية. الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة هو أن هذه الجزيرة تديرها عصابة فاسدة متنفذة في الموصل، وتقف خلفها ميليشيا العصائب التي تمتلك حصة من واردات هذه الجزيرة. هؤلاء الفاسدون لم يسمعوا لتحذيرات الجهات المختصة من أن نهر دجلة سوف يكون جريانه سريع جدا بسبب إطلاق كميات هائلة من المياه من سد الموصل، وأيضا بالإضافة إلى هذه مياه الأمطار والأودية التي سالت إلى مجرى النهر قد أدت إلى ارتفاع مناسيب نهر دجلة إلى مناسيب خطيرة جدا. هؤلاء هم فوق السلطة وتقودهم وتحميهم ميليشيا العصائب التي أصبحت تمتلك نفوذ كبير في مدينة الموصل. يا سيدي، مدينة الموصل اليوم خاضعة وغارقة في براثن ميليشيات فاسدة تتحكم بالمفاصل الاقتصادية وكذلك المفاصل السياسية. لا يكاد أحد يفتح مصلحة تجارية تدر أرباح جيدة في مدينة الموصل حتى يتعرض إلى عمليات ابتزاز وتصل في بعض الأحيان إلى القتل والاعتقال بتهمة الأربعة إرهاب، وأيضا استخدام شماعة داعش من أجل كسب أموال طائلة من سكان مدينة الموصل. أيضا سيد أحمد، إذا سمحت لي حتى نستفيد بأكبر قدر من الوقت، النائب فلاح زيدان يقول إن محافظة نينوى لن تستقر ما لم يقال نوفل العقوب محافظ نينوى، وعادل عبد المهدي تقدم بطلب استقالة نوفل العقوب إلى البرلمان للمصادقة عليه. هل تعتقد أن المشكلة تقف عند إقالة محافظي نينوى من عدمها؟ لا، بالتأكيد المشكلة أكبر، يعني هذا أضعف الإيمان أن يتم إقالة الفاسد نوفل العقوب. بعد ذلك يجب أن يتم وضع يعني حل شامل للأوضاع المزرية التي تعيش فيها مدينة الموصل.
مدينة الموصل وبعد معركة تحريرها كما يدعون أصبحت خاضعة لسلطات ميليشيات، وينبغي إذن أن يتم إبعاد سلطة الميليشيات عن مدينة الموصل وتسليم مقاييد الحكم فيها لأهلها الذين معروفون بتحضرهم وبوجود طاقات علمية وطاقات لقيادة هذه المدينة العظيمة. فإذا كان هنالك حل فينبغي أن يوضع حل جذري يتلخص بإبعاد سيطرة وسطوة الميليشيات عنها وإبعاد الأمور الإدارية والدوائر الخدمية فيها عن المسجلات السياسية بين الكتل السياسية. كنت معنا من بغداد أحمد الجميلي الصحفي العراقي، شكرا لك.